متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة إليكم. نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. اليوم ترتفع درجات الحرارة مجدداً، والمزيد من الارتفاع متوقع درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من المملكة، وتسجل اليوم درجات الحرارة مثلاً في العاصمة الرياض حوالي 27 درجة مئوية مع ظهور لبعض السحب والغيوم غير المؤثر، ولكن يميل الطقس اليوم للحرارة بشكل عام. دعونا نستعرض درجات الحرارة في مدن ومحافظات المملكة كيف ستبدأ عليها اليوم، وسنبدأها من الشمال من تبوك 23 إلى 8، 25 إلى 12 في عرعر، 26 إلى 12 في إسكاكا. أما غربا تكون في جدة 27 إلى 23، في مكة المكرمة 31 إلى 21، في الطائف 23 إلى 14، وفي المدينة المنورة 30 إلى 18 درجة مئوية. جنوب غرب المملكة تكون في أبها 22 إلى 14، الباحة 18 إلى 12، وفي جزان 31 إلى 24 درجة مئوية. أما في الإحساء 27 إلى 15، في الدمام 26 إلى 16، وفي حفر الباطنة من 25 إلى 15 درجة مئوية. أما في المناطق الوسطى من المملكة، في العاصمة الرياض 27 إلى 15، في بريدة 23 إلى 16، وفي حائل من 25 درجة مئوية. في ساعة النهار تهبط الصورة الليل القادمة إلى 14 درجة مئوية. المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة متوقع غدا الخميس، لتبلغ مستويات ثلاثينية في بعض المناطق، مع أجواء قد نفسر أو نقول أنها حارة في بعض الشيء، ولكن يتبع ذلك هبوط حاد على درجات حرارة يوم الجمعة مع موجات غبارية كثيفة يتوقع أن تجتاح أجزاء واسعة من المملكة. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب وزيارتنا عبر موقع طقس العرب arabiaweather.com، وذلك ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.